صباح الخير مشاهدينا فين ما كنتوا، داخل الوطن أو خارج الوطن. هذه حلقة جديدة من صباح بلقيس، انضموا لنا يوميا ما عدا الخميس والجمعة الساعة 10 صباحا. صباح الخير سمية. صباحك وصباح كل مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباح بلقيس. نبدأ حلقتنا معكم مشاهدينا بحوار مجتمعي هام عن الابتزاز، جريمة بأسلحة مخفية، ولنا حديث عن الطبخ عند الرجال بين المهنة ونظرة المجتمع. مشاهدينا حيكون في معنا استطلاع عده مراسلو بلقيس عن رأي النساء بالرجال الذين يطبخون، وكما نشارككم العديد من الأخبار المنوعة والتقارير من كل أنحاء العالم مثل ما عودناكم. دائما مشاهدينا البث المباشر ينطلق على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب، فأهلا بكم إلى هذه الحلقة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وتحت عنوان عبد العزيز المقالح عمر من الإبداع والخيال، احتفت مكتبة قطر الوطنية بالأديب والشاعر عبد العزيز المقالح، وذلك بعد مرور أكثر من نصف قرن على نشر أول ديوان له. التكريم يأتي ضمن حرص المكتبة على الاحتفاء بالأدباء العرب بالتعاون مع السفارة اليمنية في الدوحة. عبد العزيز صالح المقالح هو أديب وشاعر وناقد، ولد عام 1937 في قرية المقالح بمحافظة إب، وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني، ويعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين وأحد أو واحدا من أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث. ويوصف المقالح برائد القصيدة اليمنية المعاصرة، وتدين له أجيال من شعراء اليمن الشباب بالأبوة الرمزية، وله حضور واسع بتجاوز اليمن والوطن العربي، ولديه إسهامات أدبية كبيرة بعضها كان موضوع دراسات أكاديمية وبحثية. فعلا شاعرنا الكبير عبد العزيز قدم كثير من المؤلفات الأدبية، ومن أشهرها والتي نقرأها دائما في لابد من صنعاء كان هذه أحد المؤلفات الأدبية، وله الكثير أيضا من الكتب، فتحية لشاعرنا الكبير ونتمنى له دوام الصحة والعافية دائما. آمين يا رب. الآن ننتقل إلى الخبر التالي. فاز رجل بالجائزة الكبرى للسحب الدوري لليانصيب الأوروبي بلغت قيمتها 160 مليون يورو. هذه الجائزة تعتبر سابع أكبر فوز في تاريخ اليانصيب في فرنسا، وكان الربح من نصيب مقيم في فرنسا، فيما كان الفوز بأكبر جائزة كبرى في البلاد عام 2020 من قبل أحد سكان بولنيز الفرنسية بمبلغ 220 مليون يورو. الصحيفة لم تكشف عن هوية الفائز المحظوظ، لكنها أشارت إلى أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في مقاطعة تدعى باسي دي كالي شمال الجمهورية الفرنسية. الكثير من الفائزين يعني يفضلون عدم الإفصاح عن أسمائهم للأقارب وخاصة الأطفال لخشيتهم من انتشار الخبر ووصوله إلى المجرمين الذين قد يقومون بمهاجمتهم أو خطف أحد أقاربهم بهدف طلب الفدية. أعتقد أن المبالغ هذه الكبيرة أحياناً تكون مطمع لبعض الناس، يعني لذلك يخفوا أسماءهم. وأنا حابة كمان أتعرف على الفائزين، بس المخرج تقريباً ما فتح لنا. أيوة الشاشة اليوم في مؤامرة علينا. مشاهدينا ننتقل من الأخبار الغريبة وإلى خبر آخر وإنساني في نفس الوقت، وهي تجربة فريدة خضتها التركية روميسيا جلجي، أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تمكنت من السفر جوا لأول مرة في حياتها. وعدلت الخطوط الجوية التركية إحدى طائراتها لتمكين أطول امرأة في العالم من السفر إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة بإزالة 6 مقاعد من الطائرة واستبدلتها بسرير خاص. تعاني جلجي ذو 25 عاما من متلازمة ويفر، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطا في نمو العظام وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير. ولم تسافر جلجي جوا من قبل لأن طولها للأسف لا يسمح بذلك حتى وهي كانت صغيرة في السن. وفي منشور على حسابها في إنستغرام قالت جلجي: رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية، كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة ولكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة.
طبعا سافرت جلجي علشان تحضر إحدى فعاليات الخاصة بموسوعة جينيس، وكذلك للاهتمام أكثر بمجال دراستها وهو تطوير البرامج. فعلا جلجي حققت أرقام قياسية ليس فقط كأطول مراهقة، ولكن أيضا أطول إصبع أطول يد، يعني ما شاء الله معها أكثر من ريكورد. لكن الغريب وديان أن هذه هي الحالة الأولى في تركيا، والحالة تعتبر 27 في تاريخ هذا المرض. والآن ننتقل إلى خبر آخر. قال باحثون أنهم توصلوا في دراسة إلى حل اللغز الذين وصفوه بأنه تحد لأكثر من 70 عاما، والذي يشير لكيفية ارتباط الدوبامين الكيميائي في الدماغ بمرض الفصام الشخصي. الدوبامين مادة تفرز في جسم الإنسان وتلعب دور هرمون وناقل عصبي، ولها تأثيرات عديدة على الدماغ بشكل خاص وعلى جسم الإنسان بشكل عام. وبحسب الدراسة فهناك دليل مادي على أن الخلايا في الجهاز العصبي غير قادرة على التحكم بدقة في مستويات الدوبامين، وأشار الباحثون إلى الآلية الجينية التي تتحكم في تدفق الدوبامين والذي يعرف بأنه هرمون السعادة. الرئيس التنفيذي ومدير معهد ليبير في أمريكا دانييل وانبرغر أوضح أنه حتى الآن لم يتمكن العلماء من فك شفرة ما إذا كانت هناك أو كان هناك صلة الدوبامين وهو العامل المسبب أو هو مجرد وسيلة لعلاج الانفصام. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تؤثر حالة الانفصام على 1 من كل 300 شخص حول العالم، وتبدأ الأعراض عادة في أواخر مرحلة المراهقة أو بداية البلوغ، على الرغم من أن الضعف الإدراكي والسلوك غير المعتاد يظهر أحيانا في مرحلة الطفولة. صحيح، هذه تعتبر واحدة من الأمراض التي لا تزال قيد الدراسة لمعرفة كيفية التعامل معها. وكثير من المشاهير يعانون من الفصام، لكن أذكر أن إدوارد أينشتاين ابن ألبرت أينشتاين كان يعاني منه، وكذلك الرسام الشهير فان جوخ كذلك له كثير من المقولات التي كان يشرح فيها أنه يعاني من الوحدة. فعلا. ومشاهدينا سننتقل الآن إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم مشاهدينا، وأعتقد أن هذه الفترة كل الأعين تذهب إلى قطر بمناسبة يعني كأس العالم، ويشهد حيدر بلوسيل في العاصمة القطرية الدوحة إقبالا كبيرا من الجماهير والمواطنين المقيمين للاستمتاع بأجواء التي تسبق انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر تشرين الثاني الجاري. فعلا أيام قصيرة يعني تفصلنا مع هذا الحدث المهم. ويتكون مشروع درب لوسيل من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج ميدان الساعد وسط مدينة لوسيل. نتابع سويا. أجواء مفعمة بالحيوية والحماس في هذا الحي الذي خصصته قطر لفعاليات ما قبل كأس العالم. درب لوسيل، الحي القريب من استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراة النهائية من المونديال في العاصمة القطرية الدوحة، يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالفعاليات المقامة هنا. يتكون مشروع درب لوسيل من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد أكثر من كيلومتر، وكانت أبرز فعالية استضافها هذا الشارع هو حفل غنائي للفنان المصري أحمد سعد. يتجمع الكبار والصغار هنا لمشاهدة كافة العروض، حيث يلعب درب لوسيل دوراً محورياً في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية والثقافية،
كما أن هذا الشارع أيضاً على موعد مع عروض ترفيهية واستعراضات ليلاً ونهاراً بمشاركة ألمع نجوم العالم أثناء وبعد فعاليات كأس العالم. يعني حدث مهم وفريد من نوعه وسيكون في العالم العربي لأول مرة، لكن وديان سيكون هذا كأس العالم هو الأخير في نسخته التي يعني سيزيد في السنوات القادمة سيزيد عدد المنتخبات التي ستشارك في يعني كأس العالم القادم إلى 48 فريق بدل ما كانوا تقريبا 31 او 32 فريق. صحيح. من بتشجعي هذه المره يا سميه؟ والله انا يعني دائما اشجع فرنسا دائما، بس ما ادري هذه المره مش عارفه ايش اسوي. وانا والله كمان محتاره، بس بالاكيد ان احنا بنشجع كمان المنتخبات العربيه. فعلا هذا شيء اكيد ولا غنى عنه، لكن المنتخبات العربيه هل ستصل وديان؟ ان شاء الله، يكفينا شرف المحاوله يعني. صحيح. ومشاهدينا ننتقل معكم الى فقرتنا التاليه، والابتزاز هو سلوك مرفوض ومذموم ولا يمارسه الا عديم الضمير والأخلاق، ويبقى السؤال كيف يصل المبتز إلى هذا الحد من السوء في تعمد تهديد ضحاياه وأذيته للآخرين وتدمير حياتهم؟ وكيف كان للمجتمع دور في انتشار مثل هذه الجرائم؟ بل كيف صار المجتمع نفسه من يمارس الابتزاز؟ وهذه هي الصورة الأكثر قتامة عن الابتزاز وصوره وأسبابه وأثاره وكيف يمكن النجاة منه. يحدثنا ضيفنا الباحث الدكتور عبد الله القيسي في صباح بالقيسي. سعد صباحك. يا أهلا ومرحبا سمية ووديان، حياكم الله. حياك الله دكتور. طبعا الموضوع للأسف يعني منتشر كثيرا في هذه الفترة عندنا في اليمن. بداية دكتور، ما هو الابتزاز ومتى يتحول أي تهديد إلى ابتزاز؟ الابتزاز هو تعمد أذية الآخر بكشف معلومات عنه استطاع أن يسرقها أو وصلت إليه بطريق ما، فيهدده بهذه الأشياء لكي يؤذيه. هذا خلاصة الابتزاز. طيب لو لاحظنا الآن أنه يعني في انتشار، ما هي أسباب انتشار الابتزاز اليوم بين أوساط يعني في المجتمع على غير ما كنا نسمع يعني في السابق؟ نعم نعم، الابتزاز اليوم من أخطر الجرائم، لأن هناك عدة أشياء يعني كأنها سواقي تغذيه فتجعل منه جريمة كبيرة، خاصة أنه اليوم صار له صور متعددة. هناك ابتزاز بين أفراد، وهناك ابتزاز بين مؤسسات، وابتزاز من مؤسسات على أفراد، بل والأخطر والأدهى ابتزاز بين دول أو أجهزة معينة تستطيع أن تخترق أجهزة معينة لفرد أو المؤسسة ثم تهددها كورقة. نعم. ضغط. صحيح. ورقة ضغط على هذا الفرد وعلى هذه الفئة. فإذا كان هناك أجهزة يعني زي أجهزة مخابرات أو أجهزة أجنبية لاختراق دول أخرى لتوظيف أفراد في دول أخرى، الشاهد أنه هذه الصور الكثيرة للابتزاز لم تأخذ حظها من النقاش المجتمعي ومحاولة تخفيفها على الأقل. يعني الإنسان عندما يتعرض لأي مشكلة موجودة في المجتمع يحاول قدر الإمكان أنه يبحث عن جذورها الثقافية وجذورها الفكرية، فيعمل لها قطع للسقي، يعني يجفف عروقها مع الأيام. وأعظم الأشياء التي تغذي هذه جرائم الابتزاز في مجتمعاتنا أن لدينا هناك أحيانا ردة فعل على ما سينشر هي مبالغة عن حدها الطبيعي. هذه ردة الفعل هي التي تؤدي إلى أن الاستبداد يستمر وأصحابه يواصلون في هذا العمل. يعني الفتاة أو الشاب، خاصة الفتاة، هي تعرف أن ردة الفعل قد تصل إلى جريمة أكبر، تصل إلى القتل. صحيح. فهي تخضع لهذا المبتز ويعني تمشي معه في كل طلباته. أيضا المجتمع إذا شاف يعني كشخص يعني حصل عليه يعني هذه يعني الظاهرة أو وصول معلوماته الخاصة والأشياء الخاصة إلى الناس لا يرحمه المجتمع. هنا لا يرحم، وقد يرحم أشياء أكبر
ويتهاون فيها، يعني إذا كشفوا قضية فساد مالي كبيرة أو قضية إجرامية، يعني مثلا إحنا في مجتمعاتنا في اليمن لو أن شخص مثلا قتل ممكن أي شيخ يؤويه يقول تعال ويعتبره الناس بطل ويعتبره كذا، لكن لو وقع في إثم معين لا بتحرك صورته عند أهله وعند المجتمع وعند الجميع، في يضطر الشخص يعني اللي هو أمام المبتز أنه يعمل له كل ما يريد. والفكر الإسلامي لديه يعني ميزان دقيق في التعامل مع الأخطاء التي تخرج من الإنسان، هي ليست كلها على درجة واحدة كما يظن الناس. هناك جريمة أو يسميها القرآن بغي وعدوان على الآخرين، وهناك إثم، وهذا الإثم هو الشيء الخاص بين الإنسان وبين ربه، يعني أخطأ يعني في قضية مع إهداء أو في شرب أو في الأشياء التي ليس فيها بغي وعدوان على الآخرين، هذه لها ميزانها ولها حكمها ولها كيفية التعامل معها، لدرجة أنه مثلا كثير من الفقهاء في السلف مثل ابن القيم وغيره عندما قسموا أنواع الذنوب يبحثون عن لماذا غفر الله لآدم ولم يغفر لإبليس، فقالوا إبليس نابع عن كبر وحقد وغل على الآخرين، بينما الخطأ اللي وقع فيه آدم نابع عن شهوة، والشهوة درجة أقل لأنها تكهر الإنسان من داخله، فلذلك قالوا غفر الله لآدم ولم يغفر لإبليس. هي نماذج وهي صور من أنواع الذنوب التي قد يقترفها إنسان، والفكر الإسلامي مليء يعني بالأقوال حتى أحاديث بالآيات التي تفرق ما بين الإثم وما بين العدوان. طيب والتي تجعل من العدوان هو الشيء الأكبر الذي يقف أمامه المجتمع، بينما الإثم قائم على العفو. طيب أنا حابة أعرف إنه ليش المجتمع يعني دائما يعني أو ليس المجتمع يعني دائما ما نسمع قصص الابتزاز بين السيدات ولكننا نسمع قصص الابتزاز في الرجال، لكن لما نشوف الإحصاءات ونشوف الأرقام دائما يقولوا أن الرجال يتعرضوا للابتزاز بأرقام كبيرة، لكن لماذا تظهر يعني جرائم الابتزاز الخاصة بالنساء في المجتمع ولا تظهر جرائم التي يتعرض لها الرجال أو المراهقين أو أيًا كان؟ نعم، الابتزاز الخاص بالنساء هو ابتزاز من شاب، يعني قد يصل إلى صور لها أو أي شيء من هذا القبيل، لكن الابتزاز الذي بيكون للأفراد والذي تقول الإحصاءات أنه كثير هو ابتزاز من أجهزة توقع بعض الأفراد لكي توظفهم معها، فلذلك يكثر يعني بين الشباب بشكل طبيعي. وكما قلت النظرة الاجتماعية وهي نظرة غير سوية وتلبست أحياناً لبوس الدين، فيظن الشخص أن هذه الفكرة دينية أساساً فيبدأ يدافع عنها من هذا الأساس، بينما كان هناك مجال للتوبة في مجال الآثام أكثر من التوبة في مجال العدوان، لأنه من شروط التوبة كما يقول الفقهاء أنه في مجال العدوان لابد أن تعيد الحق إلى أهله، بينما في مجال الآثام يكفي أن تتوب بينك وبين الله. يعني هناك حديث، هذا الحديث للأسف لا يقال في المنابر رغم أنه حديث يطمئن الشخص الذي وقع في الإثم أن هناك باب توبة مفتوح، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وكل كتب الحديث، أن هناك رجل أخطأ مع امرأة وقال أصبت منها كل شيء عدا العلاج، يعني شوفي يعني إلى أي درجة وصل، فقال يا رسول الله ماذا أعمل، فالرسول عليه السلام سكت ثم رجع هذا الرجل، فعندما رجع قال أتوا به ارجع، فلما رجع قال الرسول قال له إن الحسنات يذهبن السيئات، فاستغرب اللي هم بجوار الرسول من الصحابة فقالوا يا رسول الله أله خاصة يعني هذا الأمر أم للناس كافة، قلبا للناس كافة. هذا الموقف الذي حدث إذا أردنا أن ننظر إلى ميزان الإسلام لنطبقه اليوم في ميزاننا اليوم الاجتماعي، كيف صار يعني أنا لا أهون من هذه الأشياء وإنما أقول ضعوها في الميزان الذي وضعها فيه القرآن الكريم والنبي عليه السلام، لا تجعلوا منها مبالغة بشكل كبيرة فتؤدي إلى مفاسد أخطر. صارت اليوم البلدان تخترق عن طريق الابتزازات، صارت هناك جرائم كثيرة بحق فتيات باسم جريمة الشرف يعني بسبب الابتزاز، صار هناك
هناك أجهزة تتحكم بدول وتتحكم بأفراد ويستمر الدكتاتورية ويستمر الفساد ويستمر الطغيان نتيجة أنهم يتحكمون بعصابة عن طريق لنقول هذا المسؤول الفلاني ليخرجوا عنك ما سجلوه عنك سنسامحك، المهم أن لا تستمر في تأييد الظلم، أن لا تستمر في تأييد الطغيان. يعني عندما يتوازن المجتمع في النظر إلى هذه الأشياء تخف هذه المشكلة. أنا لماذا أركز على هذه النقطة تحديدا؟ لأنه لا يدور الحديث عنها، يتكلمون كثيرا عن الابتزاز، لكن هذه النقطة الخطيرة اللي هي التضخم عند المجتمع واختلال المنظور الأخلاقي في النظر إلى الأشياء تزيد هذه المشكلات وهذا الجرائم. طيب دكتور عبد الله، للأسف تحدثت إنه المجتمع أصبح يرى بالقضايا الكبيرة ويتغاضى عنها، ولكن لصورة لفتة للأسف ممكن تؤدي إلى الانتحار أو إنه أهلها يقتلوها. صور مفبركة يمكن تكون غير حقيقية. صور مفبركة وصور تم انتهاك، يعني القصة الأخيرة دخلوا بيتها وأخذوا منها يعني البيت اللي هو مكان الأمن، للأسف لم يعد كذلك. طيب دكتور، من أين نبدأ محاربة هذه الظاهرة؟ شوفوا قضائيا الصور والفيديو ليست أدلة. لماذا؟ لأن احنا نعرف اليوم أنه عالم الفوتوشوب صار عالم احترافي جدا، نستطيع أن ندبلج على أي إنسان صور معينة وباحترافية عالية لا يستطيع الإنسان، بل وصلوا الآن ليس فقط في الصور، تعرفوا الآن مؤخرا قد في الآن حتى في الفيديو في الفيديو، يعني لو تتذكروا قبل مدة لما كان يدمجوا فنان قديم بفنان حديث وكأنه بيغنوا مع بعض تماما. أشهر الفيديوهات اللي كانت للممثل الأمريكي توم كروز لما أحد الشباب جسد الشخصية، وكانت فعلا تشبه بهذا التطور في التقنيات يجعل من هذه الأشياء محل شبهة. ويفترض في الإنسان الطبيعي اللي أخلاقه وفطرة نقية أنه يتعامل مع هذه الأشياء على أساس الشك، يقول لا هذا كله فوتوشوب، هذا كله خاطئ. لماذا؟ حتى لا نقع في اتهام الآخر بظلم. طيب لو أننا مثلا وقعنا في إحدى خطأين، اتهمنا شخص وطلع بريء أو برأنا شخص وطلع متهم. لو برأنا شخص وطلع متهم مش مشكلة، لماذا؟ لأن الأصل هي البراءة. لكن لو أننا يعني اتهمنا شخص وطلع بريء هذه مشكلة كبيرة وإثم كبير عند الله. فلذلك قالوا الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في الإدانة. أخطئ على أنك يعني تدافع عن إنسان وتقول لا هذه الصورة غير مصدقة، لو أننا تعاملنا بهذه الصورة ولا نصدق هذه الأشياء لأن فعلا هذا عالم التقنية والفوتوشوب يستطيع تزويره، خلاص ستخف وسيكون الشخص الذي قاموا بابتزازه في طمأنينة إلى حد ما، أن ردة الأسرة خاصة الأسرة فعلا. يعني والمجتمع ستكون أخف، فيجف سوق الابتزاز بشكل كبير فعلا. وبما ان احنا بنتكلم على الاسره، خلينا نشوف ما هو الدور الذي يجب ان تلعبه الاسره بالاخص مع الابناء اذا كانوا صغار، وفي حال ان تعرضت احد يعني ابنائهم لهذه الجريمه الشنيعه، كيف يجب ان يكون التعامل في هذا السياقين؟ الاب والام عليهم ان يفهموا اولا ان يحموا ابنائهم، ان يقووا الضمير الداخلي في يعني عندهم حتى يكون حامي لهم. ثلاثه، ان يتعاملوا معهم كبشر. ما معنى كبشر؟ أنا أنظر على أنه قد يخطئ ابني أو بنتي، قد يخطئ كبشر، لسنا معصومين، وما من أب إلا وقد ربما أخطأ في حياته. طيب ما دام هذا ابني قد يخطئ فأنا أقول له كن معي، خليك معي واضح علشان أعرف، علشان أكون أقف معك، افصح لي أنا. لكن عندما يكون الأب هو محط التهديد الأكبر وستكون ردة فعله هي العالية، هو الذي يفتح المجال مباشرة. لكن عندما يقول لا أنا سأحميك، أو يعني تكون ردة فعل أقل من التضخم الموجود الحاصل، سيأمن الابن وسيستند إلى العائلة. يعني الولد لما يشوف إن عائلته متفهمة، إن عائلته عاقلة، إن عائلته ستسنده، لن يستطيع أحد أن يبتزه. إذا لم نستطع في هذه الفترة الزمنية أن نغير من ثقافة المجتمع فيبدأ الأسرة. وللأسف هناك قوانين لابد من تعديلها في حق الإنسان بشكل عام وفي حق المرأة. في قضية العفو عن جريمة الشرف لا يجوز، لأن هذا مسألة قتل، والقاتل في هذه الحالة هو قاتل يقاصص. لأنه على أي أساس أنك يعني تعفو عن إنسان قتل على إثم؟
له عقوبة محددة وله وغير مؤكدة، يعني نحن نعم نعرف وتكون غير مؤكدة تكون بريئة. وظيفة القضاء ما هي وظيفة القضاء؟ أنه لا تحسم في هذا المجال. وظيفة القضاء أنك يعني تبحث القضية بتفاصيلها وتتأكد من 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 هذا الشيء. يعني الإسلام أيضا ينهى حتى عن مشاركة هذه الأشياء أو الإعجاب بها أو دعمها بأي وسيلة كانت، لأنه يعتبر هذا الشيء من إشاعة الفاحشة. ولذلك كان أكبر تشديد في الدين الإسلامي هي في مسألة الشهود في القتل. يعني مثلا لم يطالب 4 شهداء في حالة القتل، ولم يطالب 4 شهداء في حالة السرقة. لماذا طالب فقط في حالة القتل؟ لأنه في حالة الاتهام في هذا العرض يقول لك 4 شهود، وهذا 4 شهود لا تقول ليش تخيل لهم أو كذا، لا لابد أن يكونوا متأكدين. أيوة. يكون درجة عالية من التأكيد. طيب لماذا شدد في هذه المسألة تحديدا؟ لأنه يحب الستر. طيب لماذا يحب الستر في هذه المسألة؟ لأنه إشاعتها بشكل عام تضرب وتدمر المجتمع. يعني الدين الإسلامي هو يتعامل مع فطرة إنسانية قد تخطئ، ولكن هذا الخطأ دعوه في مجال الستر، لا تظهره إلى المجتمع. فمن يساعد في هذه الأشياء فهو يساعد في تدمير المجتمع وفي إشاعة الفاحشة. هذا على افتراض أنه يعني قد بنطرح على آخر افتراض من وقوع الخطأ. أما ونسبة كبيرة منها هي تدخل تحت دائرة الزيف، فالأفضل أننا دائما نقف في صف الضعيف، في صف الإنسان المبتز، ولا في طريق لا في صف يعني الذي يبتز الآخرين، أقصد الفاعل، أن نقف في صف المفعول لا الفاعل. صحيح دكتور عبد الله. طبعا يعني بعد الأحداث المؤسفة اللي حصلت مؤخرا فيما يخص قضية الفتاة التي حاولت الانتحار، يعني شفنا في ردود فعل متباينة خصوص هذا الموضوع، يعني وهناك وعي مجتمعي للأمانة. كيف ما تقييمك لمدى هذا الوعي؟ لا بأس، يعني ما لاحظت في ردة الفعل مع هذه الفتاة تبين إلى حد ما أننا في وعي اجتماعي لا بأس بيتقدم مع الأيام. لكن المشكلة أنه كانت ستفارق حياتها، يعني الوعي منا يستدعي إلى أنه تضحيات وتموت واحدة وثنتين صح وثلاث. يعني هل نحتاج الفتاة يعني تضحي بحياتها؟ لماذا يعني نلجئها إلى أن تصل إلى هذه المرحلة حتى ندرك خطورة هذا الشيء؟ كان يفترض أننا نفهم ونعرف ونعي وندرك خطورة هذا الشيء دون أن نصل إلى هذه المرحلة. يعني هذه المرحلة هي كانت شيء طبيعي، يفترض أنها تكون واضحة في أذهاننا. واحدة ستتعرض للابتزاز، أسرتها قد ربما تدمرها، المجتمع ربما يدمرها، بتقول لك إذن أنا سأختصر الطريق. فنحن سنكون يعني مجرمون، وجميعنا قد أجرم في حق هذه الفتاة، وجميعنا قاتل للأسف. للأسف فعلا هذه قضية يعني شائكة وتضر المجتمع بشكل كبير. لكن لو تكلمنا الآن على الدعم الذي يجب أن نقدمه لهؤلاء الضحايا، في حال يعني أنت تعرف أنه في العادة لا يلجؤون إلى الأهالي، يعني يكونوا دائما خائفين، ما هو الدعم الذي يجب أن نقدم لهم إذا كان هناك أحد يعني يسمعنا الآن وهو قريب لأحد هؤلاء الضحايا، أو يمكن صديق، أو كيف يجب أن نقدم الدعم لهؤلاء الأشخاص؟ أول شيء يعني أنه كما قلت أنا سابق أن احنا نطمنهم، وأنه لن يكون هناك ردة فعل كبيرة. تعالوا نبحث ونضع في أنفسنا أن الإنسان يخطئ، وأن الإنسان مسؤول عن خطأه. نحن للأسف أحيانا نجعل من أنفسنا أولياء لكل شيء. لا، الإنسان العاقل سواء كان شاب أو شابة هو يتحمل نتيجة أخطائه هو، إلا في حالة أن كان هذا الخطأ فيه عدوان على الآخرين فهناك قضاء. أما لم يكن فيه أي عدوان على الآخرين فهو سيحاسب عند الله. ولذلك يفترض فقط أن ننمي هذا الضمير الداخلي، وأن نقوي الرقابة يعني من الله عز وجل، ونقول انطلق انطلق، حتى إذا ما وقعت في يوم من الأيام خطأ هناك باب مفتوح لأن تتوب. فإذا شعر الإنسان أن ثقافة المجتمع بهذه الصورة وثقافة الأسرة بهذه الصورة سيكون أكثر ثباتا على قدميه. إن شاء الله تكون وصلت هذه الرسالة، لأنه للأمانة يعني نشوف دائما
للأسف الكثير من الفتيات، وأنا أتكلم عن الفتيات أكثر لأنه ممكن هم يتعرضوا للضغط بشكل كبير من المجتمع، تتعامل بشكل بفترة طويلة مع المبتذل بخوف، نتيجة إلا أن هي عارفة أنه مثلا لو تكلمت مع أسرتها أو أصدقائها ما بتلاقيش الدعم، وبتلاقي يعني ردة فعل زي ما قلت أنهم بالأخير يلوموها هي. يعني لو يكون هناك يعني أيضا ذكاء عند الفتاة في معرفة الأشخاص اللي أمامها، احيانا في شباب ممكن تستعين بهم بيكونوا اصدق واكثر مصداقيه للضغط على هذا الشخص. يعني في وسائل ايضا ممكن نسعى لها كمجتمع، تكلمنا في القانون وعقوبات كبيره على هؤلاء، لكن كما قلت انا يعني الخطوره تكون مثلا زي ما في اليمن لما تكون الاجهزه نفسها بتحاول لا تؤدي دورها يعني الحقيقي فعلا، وهذا لا بس هي الذي تقوم ايضا بالابتزاز احيانا، صحيح الخطورة الاكبر يعني الذي من تواجه، وان ربما لو في افراد لا ضال أيوة لا قبض الارواح اذا هو افراد انت تستطيع انك تقاضيهم ترفع للجهه المسؤوله، لكن اذا كانت هذه الاجهزه نفسها تريد ان توقع هؤلاء لكي يوظفوهم للاشتغال معهم فهذه بتكون مشكلة أكبر. شكرا لك. شكراً دكتور عبد الله القيسي لتواجدك معنا في صباح برقيس، ونسأل الله السلامة لكل يعني المجتمع من هذه القضايا التي فعلا تهز المجتمع وكيانه بالكامل. شكرا لك. مشاهدينا فاصل وراجعين، خليكم معنا. أهلا مشاهدينا. كثيرا ما يردد الناس عبارة أن أفضل الطباخين في العالم هم الرجال، ولكن الطبخ فن لا يعرف جنسا محددا، فالمرأة أيضا تطبخ لأسرتها الطعام بحب، فلا يوجد أحد منا لم ترتبط طفولته بطبق معين كانت تصنعه أمه. فعلا وما ألذ طبخ الأمهات. وفي المجتمعات العربية يرى البعض أن هناك تحفظات لامتهان لهذا العمل بالنسبة للرجال نتيجة بعض العادات والتقاليد والعرف، وأن المطبخ مكان للمرأة، وأن أقرب طريق لدخول قلب الرجل هي معدته. لكن ما رأي الشارع اليمني بالرجل الذي يقوم بالطبخ؟ سؤال وجهه مراسل قناة بلقيس في حضرموت والمهرة وتعز ومأرب، دعونا نشاهد معا. طبعا الطبخ ليس عيبا، أي إنسان يساعد زوجته مثلا، خصوصا الذي هو وحيد أسرة. مثلا أنا كنازح الآن زوجتي ربما تتعرض لمرض وأهلي غير متواجدين، مثلا أمي وأبي، أمي وأخواتي مثلا ليسوا متواجدين هنا في مأرب، أنا يعني من إذا زوجتي تعبت ومرضت من سيطبخ لها؟ من سيقوم بساعدها؟ أكيد بلا شك هو أنا الذي أتحمل، ورغم أن احنا أبناء قبائل وعندنا هذا الشيء عيب، لكن الظروف تجبرني أن أقوم بمساعدة زوجتي وأطبخ معها. أظن مشكلة أن يقوم الرجل بالطبخ، بالأخير الطبخ خدمة يعني ذاتية، في الغالب المرأة هي التي تقوم بالطبخ، لكن هناك كثير من الظروف والعوامل التي قد تمنع المرأة من القيام بالطبخ، مثل المرض، الانشغال، قد تكون المرأة أيضا عاملة وتحتاج لتعاون الرجل في هذا الجانب. الطبخ هو فن يجيده، بالعكس ربما الآن أشهر المطاعم وربما كل المطاعم العالمية يطبخ فيها الرجال، لذلك لا مشكلة أن يطبخ الرجل إذا كان يطبخ في المطعم، فأظن ليس من الصعب أن يطبخ في بيته. ما هيش مشكلة الرجل اللي يطبخ، اصلا عادي. الاف الطباخين بالعالم، الاف الاسر تعتمدين على ناس يشتغلوا طباخين. انا شخصيا اطبخ، اعرف اطبخ رز، اعرف اطبخ، اعمل طبيخ يسمى عندنا، اعمل شاهي، اعمل كل شيء. بعدين مش مشكله عندي، ولا مصدر رزق لملايين الاسر. هي اصلا الطباخه طبعا حق المكاليف بالبيوت، ماشي الرجال الشقات يعني يشقوا، اما المكاليف مهرتين الطباخه يعني ما يصلح الرجال يطبخ، يعني لو بيض اما طباخه يعني واصل ما يصلحش، يقولوا سكان يمين يعني المكلف تخله يعني قدك عارف. يكون الرجل يطبخ سواء في مطعم او سواء في البيت، يكون اولا يساعد اهله في حاله المرض، في حاله غياب الاهل، ويكون يطبخ يعني يساعدهم يعني، او هو بنفسه يطبخ يعني، وانا ايضا حتى في البيت اساعد الاهل يعني. لازم يكون الرجال يطبخ، ما هو عيب،
طبخ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم طبخ طباخ ورعى الغنم كل شيء لقاه. طبعا الرجل ما يطبخ في المطعم او في البيت، في البيت طبعا يساعد زوجته اذا كانت زوجته تعبان مريض ممكن يساعدها عادي. في المطعم برضو احنا موجودين هنا ما في معانا بيوت عوائل وكذا ناكل عندهم في المطاعم. تبدا من الرجل يكون طباخ هذا شيء يعتز به، يعني كان يكون برا برا يكون في البر يتمنى انه ما يطبخ له شيء ما يعرف، لازم يتعلم. والطباخه هذه عاديه اي شخص مش يعني مضره للشخص او شيء، انها طباخه حتى في البيت يعني بعض الاوقات تبغى تسوي طباخ تطبخ ولا شيء عادي طبيعي، وحتى يكون في مطعم يطبخ هذا طبيعي عادي. مثلا انت لما تكون برا يعني تكون في البر او تكون في مكان غير تسوي لك شيء تطبخ لك رز او تطبخ لك لحم، ما تعرف حتى تسوي بهارات ولا تعرف تسوي لك ملح ولا تسوي شيء، الشخص يتعلم فيها شيء ولا عيب ولا هي اي شخص امور عاديه. انا في اعتقادي انه الرجل بيطبخ يعني احسن من المراه، واكثر لو قلنا ننظر يعني اكثر الطباخين الان في العالم المشاهير والشيفات يعني بالمصطلح هذا هو الرجل. المراه يعني ما ناخذ في حقها او ننقص في حقها، طباخه والمهنه يعني تعود لها في الاصل، ولكن لها لمسات ولها ابداعات ولها يعني اشياء اخرى، ولكن من منظور اخر الرجل في اعتقادي انه طباخ. وانا يعني يعني اكثر الاكل اكلته لذه يعني بعد ام تركي، طبعا ام تركي طباخ انا ما اقول عليها شيء. رجال يطبخ ما فيها شيء، وقد طعمت طبخات الرجال كثير وطبخاتهم صراحه حلوه. ورايي يعني بعض المجتمعات تعيب ان الرجل يطبخ او شيء، وانا ارى ان هذا الشيء لا ما في عيب ولا في حرج. وقد يطبخ الرجل في عزبته او بعض الاحيان في بيته يساعد زوجته واهله وعياله وما فيها شيء، هذا شيء طبيعي جدا جدا جدا. والله يختلف من المرأة إلى الرجل، لكن الأغلبية طبخة المرأة تكون أفضل، لكن في بعض الأحيان في بعض الرجال طبخاتهم أفضل من النساء. في رجال يتقنوا أحسن من الحريم نوعا ما، بس غالبية الحريم تتقن أكثر لأن مهنتها الخاصة. يعني أنا عندي طبيعي جدا أكل من يد الرجل لأن أكثر المشاهير في الطبخ. للحديث أكثر حول تخصص الرجال في مجال الطبخ نستضيف معنا اليوم الشيف أبو وديع العسكري. يسعد صباحك. صباح الخير جميعا. صباح الخير وديع. صباح الخير والعافية. أولا نبارك لك يعني افتتاح مطعمك الجديد وألف مبروك يعني على هذا المجال اللي أنت ما شاء الله صار الآن فيه معك مطعمك الخاص. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا لكم، شكرا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة، شكرا لطاقم برنامج قناة بلقيس. الله يحفظك. بداية ايش رأيك بالاستطلاع؟ الاستطلاع رائع، هو يحسب تفاوت الثقافة أبناء الشعب حسب المنطقة وحسب المستوى التعليمي. عجبني واحد انتقد المرأة وفي النهاية رجع اعتذر وانها اعتذر في نهاية الاستطلاع. يمكن خاف لما يرجع تشوف بعدين تعمل له مشكلة. ليس خوف ممكن جدا المصادفة. طيب نجي الآن لك أبو وديع، يعني ما الذي جعل أبو وديع الشيف يعني، وكم لك في هذا المجال؟ في البداية أنا دخلت السعودية وعمري 18 سنة. لم أكن عندي هواية في الطبخ أو أننا عملت فيها سابقا، ولكن الظروف هي التي جعلتني أصطدم في واقع الطبخ. فأنا عندما قمت بزيارة السعودية وجدت أبناء قريتي يعملون في نفس المجال فعملت معهم فأحببت المهنة، ولي تقريبا ما يقارب 20 عام ما شاء الله من عام 2006. يعني نقدر نقول انها تجربه خلتك تكتشف شغفك يعني، والان انت تعتبر هذه مهنه يعني ملازمه لك وحتستمر فيها يعني، ولا هي فقط زي ما قلت انت بس داعي الصدفه؟ لا، هي الـ المهنه في اذا احببتها انت تشغف بها. صحيح. اذا لم يكن هناك حب للمهنه لن تستمر في نفس المجال، وخاصه الاكل الطبخ يعني. الطبخ هو المحرك الأساسي لها حب المهنة، وهذا اللي يكون ضروري لأي شيف أنه يحب مهنته أولا وبعدين يمتهنها كمهنة، لأنها تعتبر في الأساس مهنة وليست فرصة عمل. أو طيب
طيب أبو وديع، كلنا عارفين إنه في البداية الواحد يعني يلاقي يا دعم يا قليل من الانتقادات، يعني هل واجهت انتقادات في البداية، وخاصة إنه شفنا بعض الآراء تقول إنه لا الطبخ مهنة المكالف؟ يعني هي البعض قال في الاستطلاع أنها مهنة ملازمة للمرأة، ولكن في الواقع لو في المجتمعات الأخرى أعتقد أن الطباخة هي مهنة ملازمة للجميع يعني، والكثير من الشيفات العالميين هم رجال، لأنه هي ثقافة المجتمع أن الطبخ ليس محصور في فئة في المرأة أو في الرجل، وإنما هي مهنة مقدسة. حتى في لو رجعت إلى في القرآن الكريم ذكرت مهنة العمل أكثر من 300 مرة تقريبا، وقول اعملوا، فهم عندهم الثقافة إنه الطبخ مهنة مقدسة، فتجد أن الرجال هم المتخصصين في الطبخ أكثر من النساء. أما في مجتمعنا هم حجموا المرأة أنها هي مكانها في المطبخ، وهذا مش مؤكد فعلا. وفي فرق بين أن تقوم يعني بأعمال يومية مثل الطبخ في البيت، هي يعني مثل المسؤوليات يعني يومية، وفرق بين أن تكون يعني مهنة أن تتبعها وتكون صاحب مطعم وتنطلق يعني إلى مطابخ عالمية، وهذا يعني مجال مختلف أنك تحول هذه المهارة إلى مهنة حقيقية. لكن خلينا نشوف كيف نظرة المجتمع اليوم لهذه المهنة. برأيك أنت كيف يشوف المجتمع اليوم للرجل الذي يمتهن مجال الطبخ في بشكل عام، خاصة أنه في مدارس في الخارج يعني في الدول العربية مدارس خاصة؟ يعني في البداية الانتقادات اللي هل يواجه الطباخ في انتقادات الطباخ اليمني بشكل عام أو في مهن كثيرة هي تعتبر محرمة بالأساس. أيوة. ولا نقول أنها يعني عيب، هي محرمة في الأساس، والعمل فيها يعني يعتبر جريمة، والانتقادات دائما تحصل اي احد ناقص ومدري او شغلك. أيوة، شغل حريم، وهذا للاسف نسمع هذه المصطلحات. بالنسبه في المجتمع الغربي يعني في دراسات يعني لما تدرس طبخ قد يكلفك 40,000 دولار مقابل انك تدرس دبلوم او بكالوريوس طبخ. ال 40,000 دولار هذه مش مبلغ قليل، لو جيت حسبتها كدراسة أنت كسبان في الأخير حتى لو درستها. عندنا لا، اللي يدرس طبخ إيش بتخرج لي، إيش بترجع لي؟ ترجع لي طباخ؟ أيوة. لو أعطيك 40,000 دولار ترجع لي طباخ؟ هذه المشكلة للأسف. وعلى فكرة يعني على سيرة الغرب، يعني نشوف ما شاء الله من أكثر الناس اللي نجوم حتى في مجتمعهم الذي يعتبروا من فئة المليارديرات هم أصلا شيفات يعني عالمية. والآن نجي لك أبو ودي، يعني هل الطباخ يطبخ في البيت ولا بس المطعم؟ اعترف طبعا أنا كمغترب يعني. أيوة. بعيد عن أهلي وأهلي في اليمن. أنا إذا خرجت اليمن مش أقرر يعني أن أنا يوم لا، بس في حالة شفت زوجتي تعبانة أو مشغولة في حاجة أنا أقوم أطبخ. مثلا أحب أنا أكلة معينة وهي ما تقدرش تعملها أقوم أسويها أنا. أولادي إذا أحبوا أكلة أقوم أعلمهم أو أنا أطبخ معهم، ليس عيب تساعد زوجتك. يعني في تعاون. لا في تعاون فعلا، وهذا هو الشيء الجميل اللي يكون ما بين الأزواج اللي هو التراحم، يعني هذا هي أساس العلاقة. أنه أحيانا ممكن تكون الزوجة مريضة تكون تعبانة فالزوج يساندها، هي تعمل نفس الشيء تساند الزوجة، فهذه يعني أظن من مكارم الأخلاق أنه يكون ما بين الأزواج. نعم أحيانا أنا أحسب يعني مثلا أنا في السعودية مثلا أو في تركيا أطبخ لألف شخص مثلا، وما بقدرش أطبخ لثلاثة أولاد وزوجة يعني كبيرة في المال. طيب أبو وديع، كمان الآن معنا استطلاع آخر بخصوص هذا الموضوع، إيش رأيك نشوفه ونرجع معه؟ إنسان متفاهم وإنسان يعني يؤمن بدور المرأة في المجتمع، لأن النساء شقائق الرجال، والرجل إذا كان يعني مساعد للمرأة فهذا يعني فكره ممتاز وفكرة حسنة يعني فيما بينهم. وهل تثق بتسليم المطبخ له وتأكل مما يصنعه؟ أكيد نعم، وفعلا احيانا طبخ الرجال يكون افضل من طبخ المراه، يعني يكون له مذاق غير مذاق المراه. والله اثق فيه ثقه تامه، ان شاء الله الرجل الذي يطبخ ما شاء الله صدق، بالرغم من ان زوجي لا يطبخ لكن لو طبخ
كان شيء جميل جدا صراحة. أكيد أكيد هو في إطار تعاون بين الرجل والمرأة، كنت لو يعني كانت مبادرة طيبة نطبخ أكيد ونتساعد في بعض الأكلات، يعني شيء جميل جدا. الرجل الذي يطبخ رجل تمام، يشارك المرأة في داخل المطبخ، والحياة هي مشاركة بالمطبخ خارج المطبخ، إلا ممكن يأكل من طبخه بس مش لحاله يعني يطبخ، يمكن نتعاون بيننا من البين. ده شيء جميل جدا من الرجل إنه يساعد زوجاته في الطباخة بعمل البيت، هذا شيء جميل جدا إنه يقوم بهذا. هل تثقين بتسليم المطبخ؟ ذا يعني وثاقة يعني مدى الحياة كذا وشي لا، لكن قدر إني يعني مريضة ويساعدني. يعني هذا كان رأي السيدات حول يعني أنه الرجال يشاركوا في المطبخ، وتقريبا النساء كلهم مبسوطين يعني أنهم يشاركوا في المطبخ. حتى في واحدة شهدت لزوجها يعني أن طبخ الرجال الأفضل. ففي قاعدة في المطاعم أن الكميات هي من تجعل الشيف مذاقه أجمل، فبينما النساء مبدعات في الكميات القليلة والرجال مبدعون في الكميات الكبيرة. فذلك لأن المرأة لما تطبخ تطبخ بحب، فغالبية الشيفات يعني يطبخ كأنه يمارس مهنة محددة يخلص دوامه ويروح البيت، لكن المرأة هي تطبخ لأولادها لزوجها كمسؤوليات يومية، هي مسؤولية وتطبخه بحب يعني من قلبها، فهذا يسمى النفس أحيانا. طيب أبو وديع، إيش رأيك بالأشخاص اللي يقولوا مهنة يعني الطبخ مربحة، هل هذا صحيح؟ هي مهنة تقدر تقولي لها مجال واسع، يعني تقدر تشتغل فيها في أي مكان، مش مقيدة. يعني الفرق بيني أنا والسياسي مثلا، عم بزعلون الصباح، أنا مش مقيد، أنا عندي مهنة أشتغل فيها في أي مكان دون شروط أو قيود، أو بينما الآخرون لا. فأنت عندما تكون تشتغل مهنة طباخ أو حر، والربح هي يعتمد على مدى تطورك أنت. يعني مثلا اللي درس غير اللي شيف يكون مثلا خبرة، اللي درس يشتغل في فنادق، في الطيران، في البواخر، بينما اللي درس اللي اشتغلها خبرة بيشتغل في الأماكن الشعبية، في المطاعم الشعبية. طيب نلاحظ أنه كثير من الشيفات يعني أو حتى المهتمين بالطبخ في العالم العربي نزلوا فيديوهات تتكلموا عن الأكل، تتكلموا عن الأكلات، حتى أنه شفنا يعني شيفات عربية تتكلم على الأكلات اليمنية. برأيك هل سيكون هناك يعني محتوى يمني من شيفات يمنيين يتكلموا عن الطبخ اليمني، نشروا فيديوهات يمنية؟ ليش ما بنشوفش بنفس الكمية اللي بنشوفها في العالم العربي؟ هذا سؤال حلو. لا، الشيفات اليمنيين محد لهم دوام، أما أنا مربوط كمربوط في مؤسسة أو شركة، مربوط في دوام، والدوام هذا مجهف في بعض الأحيان. يداوم الشيف اليمني 17 ساعة. أيوة، يعني يأخذ كل وقته. يأخذ كل وقته، يعني ما يجيك وقت ما تقدر حتى إنك تفعل فيديو. أنا مثلاً أنا ما أقدر أكتب كتابة، لأن المنشور يستغرق مني 10 دقائق 15 دقيقة، بينما الفيديو يتطلب مني أن أعيد الفيديو وأعيد الطبخة وأعيد المونتاج ودور له وقت كبير. وفي نقطة ثانية، أن يعني لو قلت بطبخ في مكان عملي، أصحاب المنشأة أو المؤسسة أو الشركة يتحسسوا من الموضوع هذا، أنك تنشر سر الطبخة وأسرار الشركة. يعني في عندكم معوقات؟ يعني في معوقات كبيرة. يعطيك ألف عافية. لأنه الأغلب اللي يسوقوا وما يسوقوا من المنازل. طيب الآن الشيء أسأل سؤال شخصي، إيش أين أحسن، أكلك ولا أكل أم العيال؟ أطعم يعني. هذا عشان نعلن حالة الصحة. إيش تحرج مشاكل في الغالب أو 70% من الأكلات اللي هي المتعلقة بال أكلات الشعبية هي طبعا لأم وديع، تحياتنا لك، بنت الصاحن، السبايا، العصيد، هذه احنا متخصص في الرز، الكبسات، فهي
تركين الكبسات عليه إذا فيه. طيب يقولوا إنه المرأة هي اللي مثلاً اللي يكون نفسها حلو في الأكل، وهذه والله ورثت من أمي مثلاً النفس الحلو. الرجل يعني من فين ورث هذا النفس يعني وحبه للطبخ؟ هو ما في وراثة في النفس، يعني احتراف ممارسة الموضوع ولا ممارسة، هي حب. أنا إذا أنا أحب مهنتي أنا بكون نفسي طيب. يعني المرأة، في نساء لا تجيد الطباخة مع أن أمها طباخة. أيوة. فنان، والعكس في رجال فنان في الطباخة بس أبوه مهندس أصلا ما ورث شلة. صحيح. فالمسألة في النفس هو حب للمهنة فقط. فعلا. وإذا بورث أنا ما. أيوة. إذا وديع شيء يطلع طباخ أهلا وسهلا. هذا تارك للخيار يعني. هذا ما شاء الله عليك، لأنه أصبح عندك وعي يعني لهذا الموضوع يعني. تحياتنا لأسرتك الكريمة. الشيف أبو وديع العسكري، شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس، مبارك لك مرة ثانية افتتاح مطعمك، وشكرا لتغطية هذه الفقرة الجميلة اللي دائما ودائما احنا نحب وصفاتك وأكلاتك ونروح المطاعم عندك يعني. شكرا. والآن حاليا نشعر بالجوع عشان كذا لازم إن شاء الله تزورنا نستمع البرنامج ونورتنا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة. شكرا مشاهدينا، بهذا يعني مع أبو وديع نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا، ونلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.